طبعا يا مستر، ده في حاله ان هو لو جاب لك الكيوب الكيوبويد بالصوره اللي قدامك اللي هو الرايت ريكتانجلر برينسيبل، هو ممكن صوره ثانيه يجيبها لك بيها. اه يا مستر، ممكن يجيب لك كيوبويد نورمال بقى ان جنرال بالصوره اللي قدامنا دي حضرتك، ويقوم قايل لك إيه ان اللينث هنا ايكوالز مثلا 2 سنتيمتر، الويدث هنا ايكوال 3 سنتيمتر، الهايت هنا ايكوال 2 سنتيمتر. مستر مش عرفني ان ده لينث وويدث وهايت، ما انا خلاص بقى المفروض ابقى حافظ اماكنهم. حضرتك انا عارف ان ده لينث وده ويدث وده هايت، حضرتك هتبدا تقول ان اللينث هنا بكام؟ ب 2 سنتيمتر، الويدث هنا بكام؟ ب 3 سنتيمتر، الهايت هنا بكام؟ ب 2 سنتيمتر. حضرتك هتبدا تجيب الفوليوم، الفوليوم قانونه ايه؟ لينث تايمز ويدث تايمز هايت. انا بحب القوانين، انا من المدرس اللي يحب ان انت تكتب القانون وانت بتحل. ليه؟ اصل انا ممكن احل غلط فناخد قانون على الدرجه احسن ما ناخدش خالص، المساله كلها تروح حرام. حضرتك هتبدا تعوض اللينس عندك هنا ب 2، الويدث هنا عندك ب 3، الهايت هنا عندك ب 2. طبعا دي مساله بسيطه، هتاخد ال 2 وال 3 تقول 2 تايمز 3 6، 6 تايمز 2 هتطلع ايكوالز 12، وفي الاخر يا حبيب قلبي هتكتب وسي ام سنتيمتر عليها فوقها 3 عشرين اللي هي كيوبيك سنتيمتر. كيوبيك سنتيمتر. طب مساله كمان كده وركز معايا، جاب لنا مستر هنا كيوبويد برضو بالصوره دي، وطلب منك حبيب قلبي ان انت تجيب الفوليوم، وقال لك هنا ان اللينث ايكوالز 20 سنتيمتر، الويدث هنا ايكوالز مثلا 30 سنتيمتر، والهايت هنا ايكوالز مثلا 30 سنتيمتر، وطلب منك ان انت تجيب الفوليوم. حبيب قلبي انا طبعا حددت اللينث ايكوالز 20 والويدث ايكوالز 30 والهايت ايكوالز 30. اكتب القانون بقى، فوليوم ايكوال length times width times height. length times width times height. اعمل substitution، حضرتك هنا عندك 20 times 30 times 30. مستر الملتبلاي ده هعمله ازاي؟ ده فيه زيروز وارقام كبيره، ها هتوه. لا بالراحه، احنا هناخد ال 20 مع ال 30. عندنا كام زيرو؟ في 2 زيروز، طلعهم الاول وترجع تقول 2 تايمز 3 ايه بعد اذنك يا حبيبي؟ سنتيمتر وعليها 3. جميل، هنبدا نقول ال 2 زيروز هننزله ونقول يا مستر 2 تايمز 3 بكام؟ ب 6. بعد كده ال 6 600 اللي طلعت دي هعمل لها تايمز 30. كام زيرو كده؟ انا عندي هنا 2 زيروز وهنا 1 زيرو، يبقى كله 3 زيروز. هكتب ال 3 زيروز. 1800. اه وتبدا تقول 3 تايمز 6 ايكوالز ايه؟ 18. يبقى مستر هنا طلعت 18000. امشي خلصت؟ لا حضرتك هنا هتكتب كيوبيك سنتيمتر. سنتيمتر على 3. طبعا يا مستر انا عندي في المسائل بتاعت الجيومتري اربع خطوات افكرك بيهم، قانون وانا كتبت القانون، تعويض كتبت التعويض بتاعي، ناتج الناتج بتاعتي كتبته خلاص، يونت قانون تعويض ناتج يونت، قانون تعويض ناتج يونت، قانون تعويض ناتج يونت، دول اساسيين اوعى تنسى حاجه منهم. طيب حبيب قلبي حضرتك هتبدا تحل يعني سؤال. مثلا لو سؤال حبيب قلبي، القاعده الثانيه اللي عندنا احنا عارفين ان يا مستر ان في الريكتانجل، الريكتانجل لو جيت قلت لك هنا اريا اوف ريكتانجل هتقول لي ايكوال لينث تايمز الويدث. حلو قوي. طب يا مستر ما هو الفوليوم اساسا عباره عن لينث تايمز ويدث تايمز الهايت، فانا هشيل اللينث والويدث دول واحط مكانهم ايه؟ واحد ايه؟ اريا. يبقى انا مستر حضرتك يا محمد سامح الفوليوم ايكوال بيز اريا تايمز الهايت. اشمعنى بيز يا مستر؟ لان اللينث والويدث موجودين في البيز تحت، فهشيل اللينث والويدث واقول بيز اريا تايمز الهايت. يبقى الفورمولا نمبر 2 للفوليوم عباره عن ايه يا مستر؟ بيز اريا تايمز الهايت. طب دي بتتحل ازاي؟ تعال اقول، هتلاقيه جايب لك كده مستر، ده بعيد عن مسائل الورد بروبلم اللي احنا هنشتغلها الحصه الجايه ان شاء الله، هتلاقيه جايب لك حبيب قلبي بالشكل ده ريكتانجلر بريزنت.
ويجي يقول لك هنا مستر ان الهايت مثلا ب 5 سنتيمتر، وهيقوم عامل لك سهم كده ارو، ويجي يقول لك هنا الاريا ايكوال مثلا 20 سكوير سنتيمتر، فايند فوليوم. الله، الفوليوم يا مستر انا عارف ان هو لينث تايمز ويدث تايمز هايت، ما انت لازم تبقى عارف برضو ان الفوليوم عباره عن بيز اريا تايمز الهايت. فانت حضرتك هتبدا تعمل سبستيتيوشن، تكتب التايمز تحت التايمز، بيز اريا، البيز اريا بكام؟ ب 20 تايمز الهايت، الهايت هو اللي هو حضرتك الفيرتيكال لاين ده. طب الفيرتيكال لاين ده بكام؟ ب 5. يبقى انا هبدا اقول 20 تايمز كام؟ 5. طلع الزيرو 2 تايمز 5 10، الريزلت هتطلع 100 كيوبيك سنتيمتر. سهل مفيش حاجه. طب يا مستر ممكن يرخم عليا شويه. طب هيرخم ازاي؟ اسمع، هيجي لك هو نفس المساله اللي فوق، وهيقول لك ان ده ب 5 سنتيمتر، وهيعمل لك نفس الارو، ويقول لك ان دي ب 20 سكوير سنتيمتر، وهيقوم جاي يعمل لك ايه؟ هيقول لك ان الويدث هنا مثلا ب 4 سنتيمتر. ايه ده يا مستر؟ خلي بالك انت لا 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 مش محتاجها، ممكن تعمل 20 ديفايد 4 تجيب اللينز، بس مش محتاجه يا محمد، تفكير حلو بس مش ده اللي محتاجه. مستر انا عايز اجيب فوليوم، وهو مديني هنا اريا ومديني ويدث وهايت. طب هو القانون بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن بيز اريا تايمز الهايت، بيز اريا تايمز الهايت. طب البيز اريا بكام؟ اهو دي الاريا، بيز اريا بكام؟ ب 20 اطلش الفور تايمز كام؟ اوعى تاخد الفور، اوعى تاخد الفور تايمز الفايف. هي المسألة هي هياها، أنا زودت لك رقم، أنت المفروض المسألة هنا حبيب قلبي إن أنت هتاخد الهايت، الهايت بتاعك هو الفيرتيكال لاين ده بكام؟ ده ب 5. زي ما أنت حليتها فوق هتحلها تحت، فأنت خلي بالك الفور بالنسبة لك نمبر ملوش أي لازمة، هو حاططه لك بس ينكفك في المسألة، أنت متعود إن أنت بتجيب الفوليوم عبارة عن إيه؟ لينث تايمز ويدث تايمز هايت، تلات أرقام، خد التلات أرقام دول وعمل لهم تايمز جبت المسألة. لا، خلي بالك إن الفوليوم طالما إدالك حاجة فيها سكوير يبقى دي أريا، وقانونك في حالة الأريا الفوليوم إيكوال بيز أريا تايمز الهايت، بيز أريا تايمز الهايت. طب البيز أريا بكام؟ البيز أريا هو إدالك ب 20، تعوض ب 20 تايمز الهايت، الهايت بكام؟ ب 5، وتبدا تجيب الريزلت اللي احنا طلعناها فوق اللي هي طلعت ب 100 كيوبيك سنتيمتر. مساله كمان، مساله كمان، ركز معايا مستر، جاب لنا اكسرسايز بالصوره دي، قال لك كده يا حبيب قلبي ان ده ب 5 متر، وقال لك ان ده ب 10 متر، وقال لك اعمل لك كده، وقال لك ان الاريا ايكوال 25 سكوير متر، وطلب الفوليوم. هنا بقى تركز بقى شويه مستر، حضرتك هنا انا عايز اجيب الفوليوم، يا ترى هستخدم القانون اللي هو بيقول لينث تايمز ويدث تايمز هايت؟ انا لازم احدد اللينث والويدث والهايت. ببص اه في لينث 5، في هايت 10، طب يا ترى في ويدث؟ لا الويدث ما اعرفوش، ميسنج، يبقى انا مش هستخدم القانون ده، امال هستخدم القانون هو حضرتك هو مديني هنا اريا، يبقى انا هستخدم الفوليوم هجيبه عن طريق قانون الاريا اللي هو بيز اريا تايمز الهايت. طب البيز اريا بكام؟ ب 25. هاخد مين بقى؟ مين الهايت هنا؟ ال 5 ولا ال 10؟ ال 10 ال 10 يا مستر، التن يا مستر اللاين. يبقى هنا الهايت اللي هو الارتفاع اللي فوق اللي طالع لفوق حبيبي، طالع بكام؟ ب 10، وتبدا تقول يا مستر 25 تايمز 10 هتطلع ايكوال 250 كيوبيك سنتيمتر. ال 5 دي بالنسبه لي ملهاش لازمه، ال 5 دي في المساله ملهاش لازمه عندي، خلي بالك من الجزئيه. يلا حبايبي بس ممكن تسال